من غرة نور الهادي البدر بوجهك بادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرفع أسمايات التهاني والتبركات للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وللعترة الطاهرة بمناسبة مولد منقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ونوصل التهاني والتبركات إلى مراجعنا العظام والعلماء الأعلام ولأهالي ديرتنا بهالمناسبة. نفس ما عودناكم في السنوات اللي فاتت إن ناخذ لفة في الديرة انزين ونسأل أسئلة. طبعا بعد عندنا جوائز واجد فخلونا نبدأ الحين. أي شهر احنا؟ في أي شهر؟ في شهر 5. انزين بالهجرة؟ شعبان. شعبان ممتاز. الليلة ليلة كم؟ رمضان الحجة. ها ليلة 12 13 14 15 هجرية؟ كم هجرية؟ 15. 11 قرب. ها 12 هجرية. 12 ها 13. انا بقول له اعطيكم خياراته. خلوني اعطيكم خيارات. يا 12 يا 13 يا 14 يا 15. كم الحين؟ منو قال 15؟ أنا. ها؟ 15. هو اللي قال 15. وش اسمه؟ طلال. ها؟ طلال. طلال وش؟ بشير. طلال بشير. 15 شعبان. ولده واحد من الأئمة. من هو؟ الإمام المهدي. متأكدة؟ متأكدة؟ إجابة صحة؟ إجابة صحة؟ إجابة صح اللي قالها؟ ها من هو؟ يوم المهدي؟ مهدي. نعطيه جائزة يستاهل. إجابة صح. تعال تعال. الإمام المهدي أبوه من هو؟ عسكري. ها؟ عسكرية. إجابة صح؟ إجابة صحة؟ ها؟ قال من هو؟ رفع صوتك ما أسمع. مر من أبوه. ها؟ أي إمام؟ الإمام الحسن العسكري. إجابتك صح. خلنا نعطيه جائزة. أنا بسأل سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. متباركين بالليلة. الله يبارك في حياتك. عرفنا باسمك الأخو. حسين سلمان من سترة. حسين سلمان من سترة. كلمة عن أهالي سترة في المولد. أتمنى أن يكونوا حاضرين هنا بشكل مديم يعني سنوياً. أنا من الحضور تقريبا هنا. ما شاء الله. أنا وين أحضر هنا؟ هو إيش رأيك في الأجواء؟ الأجواء عجيبة عجيبة إن شاء الله. إحنا في الديرة هنا ميراته. إن شاء الله عجيبة. مو تقص علينا مجاملة؟ لا لا مو مجاملة. الله يبارك فيك إن شاء الله. وكل التبريكات لأهالي سترة في المناسبة. الله يبارك في حياتهم جميعا إن شاء الله. الله. وإيش من أشياء ممكن ما تعجب صاحب العصر الزمان؟ هاي اللي يلعبون بالرش. اللي يمكن ما ممكن بعد. ليش تم؟ اللي يصير اللي قاعدون يسببون في هالايام. ها اللي يفلت وسخ بعد على الارض. ها هاي بعد نقطح له وبعد تشوف الاوساخ اللي في الارض. هذه الاشياء ما يحبها صاحب العصر الزمان. انا قايل لكم له بيت خاتم وش حلاوته. وش اسمه؟ ياسر. ها ياسر. ما اسمع. ياسر. ياسر. ياسر وش؟ محمد علي. محمد علي وش؟ نهواسر. انزين فيصل ثالث رابع. هل نحتفل احنا بمولد النبي محمد؟ لو الامام علي؟ لو الامام المهدي؟ الامام المهدي. واهل ذكي. انت في اي صف؟ ثالث رابع. متاكد بصف الثالث؟ اوكي. اول شيء نتعرف عليكم. سجاد. سجاد وايش؟ سجاد كفاح. كفاح. كفاح وايش؟ محمد. اللقب؟ مكي. مكي. والاخو؟ علي. علي وايش؟ حسين أحمد. حسين أحمد. إنزين علي و سجاد. وسجاد ما شاء الله عليكم أسامي أهل البيت. إنزين عندنا إحنا كم إمام؟ 12. حلو. 12 تقريبا. أنتونا الحين باقي شوي تحصلون الجائزة. إنزين حلو. من الإمام علي عد الله أول واحد له إلى الإمام منه المهدي اللي اليوم نحتفل بمولده. تعرفون كم إمام منها؟ أعرفهم كامل. إنزين. ها تقولونهم لي؟ يلا تساعدوا بالترتيب أبغي. ترتيب. يلا ها. الإمام علي. الإمام علي حلو صح.
بعدين الحسن ولده الإمام الحسن حسين. ولده الإمام الحسين بعدين السجاد ها جابوا اسمك بعد محمد الباقر بعد ها جعفر الصادق حلو موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجو يا الله بعد علي الهادي بنعطي الجائزة كامل انزين الحسن العسكري باقي واحد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج نعطي الجائزة منهم لا يستاهلون اثنين تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام وش اسمكم حسن علي قنبر قنبر حسن علي قنبر وانت احمد علي قنبر كيف عرفت اسمه الامام المهدي عليه السلام انزين من هي امه اعطي خيارات انزين هل هي حليمه السعديه ها لو السيده نرجس حليمه السعديه ها حليمه السعديه لا ها سيده نرجس متاكد ها سيده نرجس انت وش تقول من هي ها سيده نرجس يلا نعطيهم هدية السيدة نرجس إذا رحت بيتكم سألوا من هي من الإمام المهدي تقول منها السيدة نرجس بارك الله فيك أعطوهم هدية السلام عليكم علي خاتم أشهر من نار على أعلم عليكم السلام متبارك بالليلة الله يبارك في حياتك إنزين علي خاتم كلمة بهالمناسبة الله يعودنا إياكم إن شاء الله في حال أحسن من هذا الحال والله يفرج عن معتقلينا ويرجع كل المغترب إن شاء الله إن شاء عنكم وش اسمه علي وش؟ تيسير علي تيسير؟ ايه ما شاء الله وانت؟ عباس ابو فاضل ما شاء الله عليك وانت؟ عمار ما شاء الله انزين اسألكم سؤالة؟ انزين احنا في اي شهر الحين؟ شعبان ما شاء الله عليك شهر شعبان حلو انزين اجابة مو صحة؟ صح لا انزين في شهر شعبان ليلة كم 14 أو 15 ايش اي ليلة 15 ليلة 15 تعال عمار ليلة 15 ولدوا اي امام المهدي اي امام المهدي ما شاء الله عليه ذكي يستاهل هدية نعطي هدية هذه من بوابة النويرات بعد واحدة حق عمار عباس قول قرقاعون انت ما جيت قول قرقاعون اول قول قرقاعون نصف حلاوه يلا نصف حلاوه كمل نصف حلاوه بس على النبي صلاوه مشكور من هي اللي تولت رعايه الامام المهدي بلا خيارات اثناء شويه ما في خيارات واحد زين لكن اعطي خيارات بعد خيارات يلا خيارات يلا ما عليه بتشوفكم مركزين بعد لا مركزين هل هي السيده نرجس يا فكره لا لو السيده حكيمه الاولى هذا اصبر بنجي لا وضعكم صعب نرجس سيده ها سيده نرجس امه زين الفانيه اجل الفانيه عمته هي اللي تولت رعايته احنا ندري بس ما نشوف وش بتقول انزين يلا بارك الله فيك عندنا كم امام احنا 12 ممتاز انت وش اسمك الياس امام الحسين انزين عندنا كم امام 12 امام محمد باقر اخر امام اقرب لك المهدي من هو امام علي المهدي من هو؟ علي المهدي المهدي ابن الحسن بارك الله فيك الإجابة صحة؟
متأكدة؟ أخير إمام. أكيد. مو الحسن العسكري. لا. لا. حسن العسكري الحداش. مو الإمام علي. لا. أكيد يعني. أكيد. إذا أكيد يعني نعطيكم جائزة. جيب الكيس، جيب الكيس، خلي يختارون لهم هدايا. يستاهلون. يستاهلون. يستاهلون هدايا. يلا متباركين بالليلة. قول لي الله يبارك فيك. أنا قلت الله يبارك. تعجبني. وريا علي. شخبارك. وريا علي. تعال تعال. أكو عندنا ميكروفونين صار. تعال تعال. وش اسمه؟ حسن. وش اسمه؟ حسن. حسن وش؟ تعال يا علي يا علي يا علي. ما حد شاف. انزين حسن وش؟ حسن العصفور. الزين شحوالك؟ زين واجب. انزين رحت قرقعت اليوم في القرقعان وش يقولون؟ يقولون عصر حلاوة. بعد صلوات. بعد كمل. ما كمل. الزين تعال تعال ما من اخر الميكروفون. زين حافظ. قول اسمك الكامل. يلا ها قول اسمك الكامل. انا اسمي نجيب محمد عبد الله محمد ناصر. انت وش اسمك؟ بس خلاص. اسمي علي. علي وش؟ علي حسن. علي حسن وش؟ قنبر. قنبر بيت قنبر. وانت؟ سيد حسن محمود. سيد ما شاء الله ولد رسول الله يعني. انزين احنا الليلة نحتفل بمولد واحد من اولاد رسول الله من واحد من احفاده. احسكم تعرفونه. ها؟ ما تعرف. اتحداك. المهدي المهدي. ما كيف عرفتون؟ ما شاء الله عليكم اذكياء. نعطيهم هدية. عطهم هدية. تعرفون دعاء الفرجة؟ ما تعرفونه. تعرفه؟ ها علي؟ اكو خلنا نشوف السيد. السيد يعرفه. اللهم كن وليك ونجيب الحسن. لك شيء اللي يسوي شطان ما اعطيه الميكروفون. ما تعطيه ميكروفون اللي يسوي شطانه؟ ايه. تعرف دعاء الفرج؟ يلا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه سلام وعلى محمد أبا عبد الله في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحا بيضا وقائدا ناصرا ودليلا عينا وعي لا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة طويلة. بارك الله فيكم. عطهم هدية. استانوا هدية ثانية. استانوا هدية ثانية. عطهم. حسين الوردي. انزين الليلة احنا نحتفل بمولد منه الإمام المهدي. المهدي بارك الله فيك. انزين تعرف اي شيء عن الإمام المهدي؟ يا المهدي اي شيء؟ حافظ دعاء الفرجة؟ ها؟ مو حافظنا. حافظنا؟ اللي بدي باللهم كن؟ لا ما تعرفه. يلا خلنا نشوف. اللهم كن لي وليك الحجة ابن حسن صلواتك علي على أبي في هذه الساعة في كل ساعة نجينا حافظا قائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد محمد. بارك الله فيك. تستاهل هدية. ها تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شحواله؟ زين. وش اسمك؟ ناصر. ناصر. ناصر وايش؟ صادق حسن. صادق حسن وايش؟ حبيب. لقب؟ الشيخ يوسف. الشيخ يوسف. انزين يا ناصر اسألك سؤال واعطيك هدية. اسأل. اسأل واثق من نفسه. انزين اكو رشاوة عليك. انزين احنا نحتفل الليله بمولد من هو؟ الامام المهدي. الامام المهدي. انزين الامام المهدي ابوه وش اسمه؟ ها فكر فكر اعطي خياراته.
يستاهل. هل هو الإمام علي؟ لو هو الإمام الحسين؟ لو هو الإمام الحسن العسكري؟ الإمام علي. تأكدة؟ الحسن العسكري. ما شاء الله عليك ذكي، يستاهل هدية. طالع الكيس، وش فيه؟ كياس. هاي مو كياس، هذه هدايا. تبغونه؟ ايه نبغى. تبغونه؟ ايه. تبغون هدايا؟ ايه. لكن انا اسئله ونجاوب عليها. انزين انا بقول لك، ما بسالكم سؤال انا. خروج. احنا في الليله هذه وش نسوي؟ الناصف. نروح الناصف، الناصف وش نقول؟ اكل قرقاعه. قولوا هاي اللي قلتونا اعطيكم هديه. قرقاعه. على النبي صلوات. ايش المراد عليكم؟ هذا خطا، ها شكله في ناس ما يبون. على النبي صلوات، اعطونا من مالكم، الله يخلي عيالكم. هذا صح اللي يقولون في القرقاعونه؟ كل واحد ياخذ له واحده. عط عط هذا عط، شو يسمونه؟ فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. شو احوالك؟ زين. واجد لو شوي؟ واجد. ممتاز، وش اسمك؟ محمد. تأكد محمد؟ ايه. محمد وايش؟ محمد مهدي. محمد مهدي وايش؟ جمعة مهدي. جمعة مهدي، ما عليك حل، انزين. اسألك سؤاله وإذا جاوب طالع الكيس، طالع الكيس. طالع. شفت الكيسة؟ هي كلها هدايا. أعطيك هدية إذا جاوبت صح. انزين طالع، طالع الكاميرا اول، طالع الكاميرا. احنا الليله نحتفل بمولد امام، انزينه. انا بقول لك خيارات، اذا عرفته اعطيك جائزه. هل هو الامام المهدي لو الامام الحسن؟ المهدي. متأكدة؟ اكيد. إجابة عليك صح، كفك كفك، ما لك حل. تعال اعطها هدية، اعطها هدية. اعطوك هدية. ها انت بعد تستاهل هدية، ما يخالف. يلا من هو؟ من هو اخو صديقك اسمه قاسمة؟ من هو؟ زين. ولد عمي. ولد عمك؟ ايه. اسمك وايش؟ احمد. احمد وايش؟ احمد محمد. احمد محمد اللقب؟ كاظم. كاظم، بيت كاظم. انزين اسألك سؤال وإذا جاوبت نعطيك هدية؟ ايه. حلو زين. يعني يعجبوني الناس الشجعان. انزين. احنا في أي شهر هجري؟ رجب لو شعبان؟ احنا شعبان. شعبان عجيب. وصلنا النص لو خلاص تونا في البداية؟ النص. النص، يعني ليلة 15 عدل له؟ 15 لو واحد؟ 15. يعني ليلة 15. ليلة 15 ولدوا من هم الأمة؟ الحجة. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إنزين. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في مسجد، رحت إيران؟ إيه رحت. رحت إيران، ها زين. في مسجد في إيران الإمام المهدي هو اللي أمر ببنائه. كبير. ما اعرفه. ها؟ ما الحرم. جم؟ ما رحت جم كران له؟ رحت. منو اللي امر ببناء؟ المهدي. الامام المهدي هو اللي امر ببناء له؟ ايه. يستاهل جائزه، يلا ما عليه، جاوبت انت في البدايه. يلا مبروك. ايش رايكم بالاجواء مال الديره؟ في المولد؟ لا اجواء بدات تتطور عن سابقا. لا افضل من قبل. بدات ترجع نفس قبل حيويتها ونشاطها. حلو زين، انا اشوف يعني في جهال واجد يهاجمون بس يعني شكلهم كلهم في القرقاعون. انزين اغلبهم في القرقاعون. انزين ما عليه. شو اسمه؟ وش الاشياء اللي تتمنون تكون موجوده هي مو موجوده الحين هنا؟ يرجع المسرح مال ابو ياسين. الله. المسرح مال ابو ياسين، يا الله ابو ياسين يطالبونك ترجع المسرح. عندك ليسن؟ ها؟ وين الليسن؟ كيف تمشي في الديره كذي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. انزين كم عدد انصار الامام المهدي؟ 313. كم؟ 20. 313.
313 ما شاء الله عليكم. يستاهلون هدية؟ يستاهلون هدية، عطهم كامل هدايا. من حزنان بهاي الفرحه.